السلام عليكم، مرحبا بجماهير النادي الافريقي. شنو هي العلاقه بين سليم الرياحي وحمدي المدب؟ شنو اللي صار في الفتره نتاع سليم الرياحي، وشنو هي اللي عمله حمدي المدب باش سليم الرياحي يخرج من النادي الافريقي؟ هذه التساؤلات نتاع الجمهور، نجاوبكم عليها على حده كما يقولوا فيها. بالنسبه للفتره نتاع سليم الرياحي، الناس كلنا نتفكروا وقتها صارت هدنة بينات النادي الإفريقي والترجي الرياضي. علاش الهدنة هذه صارت؟ باش وقتها سليم الرياحي تغول في الانتدابات وبدأ يتدب بلاعبية من كل مكان، وصل حتى باش يتدب من فريق الترجي الرياضي، وخذا عدة لاعبين من كل مكان. وقتها خذينا جابو وبدينا ناخذوا في الملاعبية الكبار، وكل ملاعبية في كرة اليد زاد بدينا ناخذوا في الملاعبية من الترجي، نتفكرهم على بعضه. النادي الإفريقي خذات أحسن مكان لها وقتها. الوقت ذاك حمد المدب حس بالخطر من سليم الرياحي اللي هو الرئيس الشرفي اللي بالحق أعطاه للنادي الإفريقي. صحيح عنده مدة ما ظهرش وعنده مدة ما ريحته ما ثماش، ولكن السيد هذا خير من اللي موجودين حاليا. بصراحة هذه كلمة حق نقولوها في السيد هذا. ذكريات ممتازة جدا. سليم الرياحي وقتها صرح وقال راني نحب نرجع للنادي الإفريقي، إن شاء الله يرجع. الفترة اللي كان فيها سليم الرياحي كانت تفكر وقتها حمد المدب، وصارت اجتماع في الجامعة التونسية لكرة القدم. اجتماع ذاك وقتها كلهم زكاوا الوديع الجري إلا واحد بركة رفع الورقة الحمراء في وجه وديع الجري. وقتها وديع الجري ماهوش أونات في كرة القدم التونسية، وماهوش عادل، وشلقنا به اللي هو يحب يوجه البطولة للفريق الفلاني وإلا الفلتاني. سليم الرياحي رفع الورقة الحمراء وقالهم راكم غالطين، راهو السيد هذايا ماهوش صحيح. وفعلا وقتها حمد المدب رفع الورقة الحمراء، نتفكروا وقتها معاه شرف الدين. شرف الدين هو في السجن، وديع الجري في السجن، احنا ما نتمناو لحد السجن، ولكن هذا اللي صار. بينما اللي صوتوا الوديع الجري مش من باب اللي هما حاجه نظيفه برشا، ولا اللي هما يحبوا على كره القدم التونسيه، لا، من باب باش يحطموا النادي الافريقي ويخليه سليم الرياحي وحده. وهذاك اللي حاولوا يعملوه، وبعد ما صار الشيء ذاك، وبعد ما النادي الافريقي خرج منها سليم الرياحي، حمد المدب اصبح يتدب في ملاعبيه حتى من النادي الافريقي، يحاول ولا يجيب من النادي الافريقي. وقتها نتفكروها جاب اليعقوبي والبشطبجي، وبدا يجيب ملاعبيه من النادي الافريقي. اللي هو عمل الهدنه وقال النادي الافريقي ما يتدبش من الترجي، والترجي ما يتدبش من افريقي، زوج فرق كبار. باش تحط في مخك يا فايق يا صاحبي يا غول، باش تحط في مخك اللي راه هذاك اللي راهي الامور هذيا مع الكبارات راهي ما فيهاش امان، راهو كل واحد يتصرف على حساب المصلحه نتاعو الخاصه. هذا هو اللي لاحظناه. لا تقول لي هذا اللي يحب الكلوب ولا هذا يحب الترجي، هذه حاجه باش نبداو متفاهمين فيها. وتمر الايام ويجينا السيد هذاك عبد السلام اليونسي اللي ما خلى شيء في النادي الافريقي، دقدقها النادي الافريقي بالديون. ثم يجينا الربوحي على اساس هو كان انسان نظيف، وعلى اساس كان حب النادي الافريقي، قال راني ما عنديش فلوس ولكن نحب النادي الافريقي. جاء وما رينو منه شيء، وفي الاخر يخرج باستقاله بعد ما هردها النادي الافريقي وما خلاناش حتى امل في الترشح. كل ما نقولوا نجيب مدرب يصلح، يجيب مدرب سيء أسوأ من اللي كنا نتصوروا في بالنا. ثم يخلفوا شكون؟ يخلفوا هيكل الدخيل اللي هو حاليا في النادي الافريقي. هيكل الدخيل مانيش عارف شنو هي الاضافه نتاعو في النادي الافريقي، وشنو هي اللي باش يقدمه للنادي الافريقي. ان شاء الله يقدم حاجه باهيه. ان شاء الله النادي الافريقي بقياده فوزي بن زرتي واللي هو موجود حاليا، ان شاء الله النادي الافريقي على الاقل نتحصلوا على المركز الثالث او الثاني. ولو اني انا نحبذ النادي الافريقي يجي في المركز الثالث ديما نبنيه، واذا كان فتنا الباليه نتاع كاس الكونفدراليه الافريقيه نتعداو الباليه نتاع رابطه الابطال الافريقيه، نمشيو خطوه بخطوه، ما نعملوا الف خطوه ولا تنجيزه. عملنا ووصلنا لدور المجموعات في كاس الكونفدراليه الافريقيه، نحاولوا السنه نتجاوزوا دور المجموعات، مسيرش نمشيو معاكم هكاش، باش نعملوا احنا طويل. هذا هو المطلوب من النادي الافريقي، يعني الانتصار في الدربي ضد الترجي، ثم المقابلتين الزوز في البطوله ننتصروا فيها ونهزوا كاس تونس ان شاء الله. لما لا، عند ربي مش بعيد راه،
يا ولدي فرحوا جمهور النادي الافريقي، راهو جمهور محتاج فرحه، رانا نستحقوا فرحه، نحبوا نفرحوا، خلي الناس تفرح، خلي الناس تتفرهد، خلي الناس تحس ان النادي الافريقي ذلك الفريق من عام 1920 لعب فيه البياري، واللي لعب فيه الاسعد العبدلي، واللي لعب فيه طاهر الشابي، اللي لعبوا فيه عتوقه والنايلي، خليه النادي الافريقي يحس اللي هذوك، خلي الجمهور يرجع لك الفريق هذاك بتاع الكلوب افريكان، راهو كما يقولوا فيها اليس الصبح ببعيد، الصبح قريب جدا، الصبح قريب ان شاء الله ربي سهل، نحب نفوزوا في الدربي هذايا ضد فريق الترجي الرياضي، والسلام عليكم.